التي نشتغل عليها على مستوى الاقتصادي وعلى مستوى هي كلها ليبرال، مثلا تخفيف الضريبة على الشركات والمقاولات، مثلا يعني إعطاء حرية أكثر على مستوى التنافسية الاقتصادية، مثلا العمل على يعني دعم المقاولة وكذلك حرية التقاول. كل هذه أمور ليبرالية مهمة جدا. إذا الإسلاميون ليسوا ضد الليبرالية، ولكن الإسلاميون لهم مرجعية ربما محافظة اللي هي عندها علاقة بالإسلام، ونحن لنا مرجعية كذلك اجتماعية اللي ربما فيها واحد النوع من المحافظة على مستوى يعني خصوصا على مستوى كثير من الروافد للحركة الشعبية. ولكن ما نعمل عليه على مستوى الحكومة هما مسألتين، وتنزيل الدستور هذه قضايا لا يمكن أن نختلف عليها شخصا كما كان اختلاف هما الإيديولوجي، والمسألة الثانية أنه المسائل الاقتصادية نتشاطر كل الأحزاب الأربعة المكونة للحكومة الحالية توجها ليبرالي. الحكومة في شكها في سياستها الاقتصادية هي حكومة ليبرالية. العلاقة الرضائية خارج مؤسسة الزواج نحن بالنسبة لنا يمكن أن لا تكون يعني في لا تكون مسائل مجرمة. إذا بالنسبة للحزب الذي أنتمي إليه نقول بأنه لا يجب تجريم هذه المسألة. هناك في مسودة مشروع القانون أنه يجب تجريمها، ربما كاين حلول وسطى يمكن أن نصل إليها في هذا الإطار، مثلا المسألة المتعلقة بالإفطار في رمضان. الإفطار في رمضان يعني احنا قلنا بأنه ربما نعمل ونضيف إلى الإفطار في رمضان أن يكون بنية وبقصد من أن يكون في استفزاز. أما إذا كان هناك اضطرار بالنسبة للإفطار العلني في رمضان يمكن أن نتسامح مع هذه القضية. إذن كاين أمور يمكن أن نعمل فيها من أجل أن لا يكون في القانون الجنائي تضييق على الحريات، ولكن في نفس الوقت نأخذ بعين الاعتبار البنية السوسيولوجية والفكرية المجتمعية. وما وقت الحكم بالنسبة للعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج؟ هنا بالنسبة لنا يجب عدم تجريم هذه المسألة لأن داخلها في إطار الحريات الفردية، هذا هو الأساس. ولكن في نفس الوقت إذا كان فيه يعني خطر على المجتمع أو خطر على الأسرة إلى غير ذلك يجب أن نجد الصيغة الملائمة بالنسبة لهذا. مثلا نحن ضد هذه المسألة لأنه تخفيف جريمة القتل بالنسبة الذي يجد مثلا زوجة أو تجد الزوجة زوجها مع طرف ثالث. جريمة هذه لأنه هذا يدخل في إطار ما يسمى بجرائم الشرف، يعني بأنه لا نقبلها. أنتم ضد هذا؟ أنا ضد هذا المنحة، هذا يجب هذه الجريمة تقتل كما كان نوع. المثلية الجنسية لم نفتح بعده فيها نقاش في هذا الإطار هذا، وأنا تنظن أنه يجب أن يكون نقاش على إشكالية المثلية الجنسية بما يتناسب مع البنية المجتمعية. أنا بالنسبة لنا في إطار حزب الحركة الشعبية هذا يدخل في إطار الحريات الشخصية مهما لم يكن يثير ردة فعل على المستوى العالمي، يعني أنه إجهار بمثلية جنسية في إطار ملابس ولا أمور تتعلق بأنه خلق الإطارة ربما هذه مسألة لا نقبلها. ولكن المثلية الجنسية كسلوك لأشخاص عاقلين ويعني هذا مسألة تدخل في إطار مثلها مثل إفطار رمضان يعني داخل البيوت.